السلام عليكم. دلوقتي هنشوف ازاي ننقل من الريفت لدول موشن. اول حاجه لازم نعملها هندخل على داتا سميث، ده تبع انريل، لان انريل وتول موشن تبع نفس الشركه ايبك. فتبدا تحط بقى البلاج اللي انت عايزه، يعني في هنا الاوتوديسك 3 دي ماكس، في سكتش اب برو، في نفس وركس، وفي الريفت. فهتبدأ بقى تشوف لو في اختيارات، ساعات بيبقى في كذا اختيار. دلوقتي فيه هو اختيار واحد انريل انجن 5.2، وتقول له داونلود. بعد ما تعمل داونلود بتيجي هنا هتلاقي الاداة ضافت اللي هي داتا سميث. هقول له انا عايز اعمل اكسبورت تو داتا سميث فايل، واختار الثري دي اللي انا عايزه، ولازم لما انا اصدر اكون في الثري دي. طيب هقول له ايه؟ سيف. هو سيف بالامتداد دوت، هقول له سيف، وبعد كده هفتحه بقى على التون موشن. بعد كده هنفتح التون موشن اي مشهد، يعني تقول له فايل نيو سين. بعد كده تقدر تلغي ديت وديت. دي تبقى موجودة يعني في الاول خالص قبل ما تحط اي مشروع. واجي هنا بقى من فايل واقول له ان انا عايز اعمل امبورت. هو الصراحة في امتدادات كتير جدا، مش بس الامتداد اللي احنا صدرنا بيه، لا هتلاقي عنده مثلا الملف اللي اسمه اف بي اكس بيقراه، السكتش اب بيقراه، الاوبجكت بيقراه، الدي اي اي بيقراه، وهكذا. فممكن نيجي هنا نقول له احنا عايزين الملف دوت، وابدا بقى اختار الملف اللي احنا صدرناه اللي هو ده. ده كنا صدرناه عشان اليومن وظهر معايا، واقول له ايه؟ اومن. تمام، اقول له امبورت. وبعد كده ممكن تخش بقى في الاوبشن لو انت عايز تغير الاعدادات اللي موجودة، اللايت واليو في والحاجات دي كلها. هقول له امبورت دلوقتي، هو هيقرا الداتا بتاع الملف. هلاقي ظهر معايا اهوت. طبعا احنا كنا شرحنا بالتفصيل للتيم موشن، وان شاء الله برضه نكمل شرح، لان الاظهار الجديد الواجهه بتاعته اتغيرت، فمحتاجين ان احنا نبقى نتكلم فيها. فان شاء الله نعمل بعض الفيديوهات. ممكن تيجي بقى تختار اي شجر اشجار انت عايزها، تبدا ان انت تحطها هنا مثلا، وهكذا. وانت شغال برضو هنا في اللايبراري تقدر تخفيها وتظهرها. وهنا دي بقى الستاتس اللي هي الاستهلاك بتاع الرامات والبروسيسور حسب المشروع. يعني ده مشروع صغير فهتلاقي الاستهلاك هنا قليل، لو مشروع كبير ممكن تلاقيه بدأ يهنج، وهكذا. هنا بقى هتلاقي السين، المشاهد اللي موجودة، بحيث لو انت عايز تخفي اي جزء. وهنا الخصائص، لو عملت سيلكت عليه عنصر يبدأ يجيب لك الخصائص. وده الاكس والواي والزد والفيو ستيتس. نختار حاجات بقى عشان ايه الفيو ستيتس يبدأ ان هو يبان الفيو ست. وبعد كده تقدر تعمل في اي لحظة تغير الماتيريال بتاعت المشروع، تقدر ان انت تعمل اكسبورت الحاجات اللي انت عايزها، مثلا في ميديا، في صور، فيديوهات، كل ده تقدر تعمل له اكسبورت.